بسم الله. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام. يقول مولانا: وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى كذلك من عند الله، وانتم مكوش على هدى منه، انتم على ضلالة. وذاك علاش السخط الإلهي كله هبط عليكم ألوان وأشكال. قلنا لكم تخرجوا من اللي تعانيوا فيه إلا بالرجوع إليه، تمنوا بوجودي ووحدانياتي وحقاتي في التشريع. وانتم خذوا التشريع من الشرق وغرب، هي من عند كل من هب ودب، وهم اللي هب ودب وذوما جنود إبليس اللعين، فتبعتم أتباع الجنود الإبليسيين، فذوقوا بعض ما تستحقونه من عذاب ومن مذلة ومن سلب كرامة. والسلام علينا أهل الكرامة العليا بعد الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين عليهم السلام بالتمام والكمال.